بتعمل ايه؟ الكمون الخفيه. انتوا شكلكم بتصوروا الكاميرا الخفيه ما بتستغلوش. بقول لك ما فيش ولا نقطه ميه من الصبح. لا هعمل لك من اول لما حصلنا دخل جول. ما تمرحش كده قوي كده يا حسود. لا ده 7 جول وانتو 0. اها بجد حسونا حريف الكرة جدا. ده مش في الكرة بس، ده وفي حاجات كتير كمان. عارف انا صوامهم راح فين؟ اهم بيشربوا هناك. انا كمان عطشت من قبل من كتر اللعب. يلا نشرب. هتشم من هيا. ما قلتش ليه حسنا من الاول؟ ما يخلص عادي، ما فيش مشكلة. لا وانا كمان خلصت الجزازة بتاعتي، ما فيش مشكلة. في مية قدام الملعب، تعالوا من الإزاي. يا خبر ده المية قطعة. يوه قطعة عليا يعني. حنوم راح قال لهم ايه؟ يا نلعب عبال المية تيجي. راح بكر قال لهم ايه؟ انا يلا نروح ها ونشرب ونقابل بعض بالليل في الكورة. فراح حسونا قايل ايه بقى؟ حسونا لبن. قال انا هروح اشرب واتغدى كمان. يلا مع السلامة. راح بص طب التاني يوه الجيركن فاتيو كمان. يا امي فين المية يا امي؟ مش موجودة يا ابني. ايه مش موجودة يا ابني؟ لا انتوا شكلكم بتصوروا الكاميرا الخفية وبتستغلوه. بقولك مفيش ولا نقطة مية بالصبح. طب خد الجيركن ده وروح املاه. مع اني ما بحبش اعمل كده بس هحاول. ماشي انا اصلها عاوزنا العطش. ده كان بيقولوا الميه هتيجي على بالليل. لا ده كانوا بيقولوا في ماسوره في الحنفيه مكسوره واللي هتيجي الا بكره. احنا هنهزر ولا ايه؟ فين الميه يا جدعان؟ حسونا عطشان يا جدعان. الله وقال كلمه كده حسونا مش عارفه تاني. ماشي راح قايل ايه بقى؟ وحلم بس عمل ايه ده كان كابوس كبير. ما معدنية حلوة قوي. وبعدين لا قال الاول صدق ده انا غبي قوي. الاستاذ بكار قال لي اقفل الحنفية يا حسون وانا ما سمعتش كلام. صدق انا غبي. انا معاه 50 جنيه. انا اروح اشتري المية بقى من المحل. يا عم عادل عندك مية؟ في واحد كسب وخدها ومعرفش ايه كده. ها فايه يو